السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي شهوات أم العربي، عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا ضلعات ديال الخروف، هادو الأضلع ديال الخروف بحال هادو اللي مغسولين طبعا ومنقي، مغسولين مزيان. يعني القياس بحال اللي نفرض غنديرو كيلو ديال الاضلع ديال الخروف اللي هو لي كوتليت ولا كل واحد واش تيسميهم. غنحتاجو معاهم كاس العنبه ديال الماء اللي مديره فيه الزعفران شعره ولا الزعفران الحر وخليته ترقد من قبل ساعه. غنحتاجو كاس صغير ديال زيت المائده وغنحتاجو شويه ديال الملح. الطريقه سهله وبسيطه، يعني غناخد طنجرة. هاد الكوتليت كاين سميتو كوتليت مشوي في الكوكوط، يعني في طنجرة الضغط. غادي نوجدو لي كوتليت مشويين في طنجرة الضغط بهاد الطريقة سهلة وبسيطة. هاد الطريقة أنا كنت سمعتها في الراديو وكنت جربتها وكتجي غزالة بزاف. أنا جربتها قبل العيد وقلت نذبحو الحولي ديال العيد وعادي نقدمها ليكم. فعلا كتجي رائعه وكيجي مشوي بحال شاويينو وكيجي مع المذاق ديال الزعفران هائل. انا كنتمنىكم تجربوه. الطريقه كيف قلت الطريقه، غناخد طنجره الضغط ديالي يعني الكوكوط وغادي ندير فيها الكميه ديال اللحم اللي عندنا وغادي نضيف لها هذاك الزعفران، كاس ديال الماء اللي مرقده فيه الزعفران شعره قبل. انا قلت بساعه اللي درت بحال هكا كيف كتشوفوا، نضيف هذاك الكاس الصغير ديال زيت المائده ولا نص كاس عنبه وغادي نضيف الملح ديالي. هادشي هاد غادي نحاول ندير هاد اللحم ديالي يعني نشرملو في هاد الماء وهاد الماء اللي بالزعفران وهاد الملح والبزار، يعني نشرملوه مزيان حتى تدخل فيهم هاد المكونات كامله بحال هكايا. وغادي نديرو غنسد الكوكوط ديالي، نسدها نديرها فوق البوطه. مني تغلى ليا الكوكو، مني تغلى الكوكوط يعني وغتبدا الصفاره تصفر، غادي نقص العافيه على المهل يعني على الاخر ديالها تكون ناقصه قليله بزاف يعني مهيله. نسد الكوكوط وندير الصفاره، العافيه تكون مهيله للاخر ديالها، نخليوه يطيب واحد من على حسب الكوتليت ديالنا ولا الضلعه ديالنا. الطريفات ديال الضلعه بالطريقه ديال الشوا في الكوكوط كيجي على هذا الشكل، شوفوا كيجي مجمر مزيان والمذاق كيجي غزال بزاف. نتمنى تجربوه ويعجبكم. اللي عجبتها الوصفه اليوم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد شهيوات ام العربي، والى وصفه قادمه بحول الله.